مجلة بيم أريبيا، العدد 17، مارس 2017. أعزائي تستمعون إلى مقدمة هذا العدد بصوت المهندسة هبة أبو خطير، كتبها المهندس عمر سليم. أهم مزايا نمذجة معلومات البناء: الاهتمام الكبير والعالمي بنمذجة معلومات البناء، فتخصيص ملايين الدولارات لعمل الأبحاث عنه وتخصيص مجلة كاملة عنه يجعلنا نتساءل حول السر الكبير وراء هذا الاهتمام. هناك عشرات المزايا لاستخدام نمذجة معلومات البناء، مثل زيادة التنسيق بين الأقسام والحصر الدقيق وتقدير التكلفة وتوفير الوقت. لكن لو طلب مني اختيار واحدة فقط، فمن وجهة نظري البسيطة هي الحفاظ على الموارد، فهي ليست ملكا لنا فقط بل أيضا ملكا للأجيال القادمة، لذلك علينا أن نحافظ عليها ولا نهدرها. في عمليات البناء باستخدام نمذجة معلومات البناء نقلل هدر الموارد من خلال تقليل التعارضات في الموقع والتي ينتج عنها تكسير وفك ما تم تركيبه بالفعل، مما يتسبب في هدر كبير للموارد. الآن اكتشاف التعارضات وحلها يتم في مرحلة مبكرة أثناء التصميم وليس التنفيذ. وكذلك يمكننا اختيار أنسب تصميم لتحقيق الاستدامة وتقليل استهلاك الموارد مثل المياه والطاقة أثناء تشغيل المبنى، فهذه دعوة للحفاظ على الموارد وإعادة استخدامها وإعادة تدويرها وتقليل الهدر في الحياة اليومية. يصدر هذا العدد بفضل الله ثم بعلو همة فريق بيم أريبيا. وكما قال الشاعر: وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. ونقرأ في هذا العدد مقالين عن البرمجة، لأننا نرغب في التحول من مستخدمين للتكنولوجيا إلى مبرمجين ومطورين للتكنولوجيا. كما قال الرئيس أوباما: لا تكتفوا باللعب على هواتفكم بل برمجوها. والبرمجة تسهل عليك عملك وتوفر وقتك. وكما قال الشاعر: ولم أر في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. وسنعمل على أن نناقش في كل عدد أحد المشاريع الضخمة التي استخدم فيها البيم، وفي هذا العدد سنتكلم عن المتحف المصري الكبير لنتعرف عن قرب عن سير العمل فيه. دمتم بحب وشكرا لاستماعكم.